تبدأ المباراة بثري بوينت يفتتح فيها جيمس المحترف الأمريكي، ودخول للصربي ونقطتين على جيمس. ضايعة من ألكسندر، وأيضا من سعد الرفاعي. سعد، يلا يا سعد، يلا يا سعد، والصربي ثلاثية جميلة من الصربي، سلافين وثلاثية، والنتيجة يتقدم برقان لأول مرة 16-15. كرة مع برقان، 3 دقائق 56 ثانية، وتصويبه ثلاثية. قام بالثلاثيات، لابد أن يرد عليهم. هذا هو جيمس، وهذا مايكل تحت السلة، ونقطتين من مايكل. سعد، سعد إلى الصربي، سلافين ومايكل، ونقطتين. وجبارة، نواف، عبد الله سالمين، نزل له، هذا هو، هذا اللعبة، وضايعة. باص جميل من ألكسندر لعمران جوهر، ولكن ضايعة من عمران. هذا سلافين، شوف شلون، شوف شلون، ونقطتين. كما ذكرت لكم عزيزي المشاهد، شوف الصربي تحت السلة في مجال 52-39، والرمية الإضافية 40. نواف الضفيري، مايكل آدم، الصربي، سلافين، ما ياب ولا نقطة لحد الآن، وهذا رد علي، قال لي جيمس ضايع. الله، وقفت معه، واقف على 21، وهذا عبد الله سالمين. نواف، ضايعة من نواف، سلمان، وباص طويل جميل، جميل. إذا هو جيمس انت تاهو، روح. وهذا تصويبه ثلاثية جميلة. كرة معه، سعد، هذا سعد، دخول، وسلافين، ثلاثية ناجحة جميلة من سلافين. مايكل، هذا سلافين، ونقطتين حلوة من سلافين. أما الكابتن يحيى البحر عنده كلام تركي. يلا يا فهد، لا يا فهد، لا يا فهد، لا يا فهد، تردد، يبي يشوت. وعبد الله سالمين، ونقطتين، والكرة مع مايكل. نواف، سلوفيني، تصويبة ثلاثية ناجحة، حلوة حلوة. وهذا الآن ينزل أقوى فريق عنده، ضايعة، وروح الصربي، روح، دخول، مجبارة، ونقطتين من مجبارة. فريق برقان حديث كرة السلة، هذا هو صربي. الله 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 الله، الله يا سلافين،